لا نقف عند ريسي. تعالي يا روى طلعوا لنا الصور كلو. استني أنا خايفة على صحة الولد، يعني الجفاف الشديد في الأيام السابقة أثر على وظائف الكلى عنده، فارتفعت عنده وظائف الكلى ودخل عناية مركزة. يعني طفل زي هيك إيش ذنبه؟ يعني إيش ذنبه في الظروف اللي إحنا بنعيشها؟ احنا وضعنا سيء، الناس اللي في غزة لا في بندورة ولا في سكر ولا في شاي ولا في حاجة أكل، الأكل ما فيش عيش ولا إشي. هناك سوء تغذية، عشرات الحالات التي تتردد يوميا سواء على المستشفيات أو في مراكز الإيواء، إضافة إلى سوء التغذية عند عدد كبير ليس فقط عند فئة الأطفال بل أيضا على الفئات المتعلقة بالسيدات، خاصة فئة الحوامل وفئة المرضعة. بكفي، عن جد بكفي، احنا عانينا بما فيه الكفايه، احنا يعني ما ظل فينا حيل، ما ظل فينا حيل نوقف، كثير اطفالنا بقعوا فجاه ما بتلاقي الطفل هو واقع، فجاه اللي هي الام واقع من طولها، ايش؟ عندنا سوء تغذيه، عندنا فقر دم.